السلام عليكم. أحد الأخوان البارحة اتصل بي وقال عندي مشكلة بالدجاج، فحبيت أسوي عن هذا الموضوع فيديو نقدم به نصيحة، وإذا أحد عنده أيضا معلومات إضافية يا ريت يزودنا بها. عند الدجاج مالته مبشر بالإنتاج، يعني واصل مرحلة الإنتاج ومبشر بالإنتاج، بس البيض نمرش، يعني القشر مالته خفيف وإنتاجه قليل، فماخذ هو من عندهن. طبعا هو هذا التصرف الصحيح، ماخذ من عندهن نموذج للدكتور ومشرحها، فاحصى قايل عنده اكو بالمبايض مالتها اكو ضمور بالمبايض. لما سألت على العلف، العلف مالته طبعا عريقه ممتازه جدا، يعني جاي يخلي كلس 10%، يعني مو نقص كالسيوم، يخلي كلس 10%، بريمكسات يخلي، صويا يخلي 250، يعني 2.5، اذرة يخلي 60% تقريبا، يعني عليقة متكاملة. الخلل وين كان عنده؟ الخلل بالانارة، كان يخلي لدات ضواها خفيف جدا، فرجع يخلي الجلوب مالتنا القديم اللي نستخدمه، يعني الجلوب الفر اللي هو يستهلك طبعا كهرباء اكثر، بس راح ينطي انارة قوية واللي يحتاجها الطير طبعا على مود يحفز المبايض مال الدجاج. انا مسوي فيديو عن هذا الموضوع بس ما اعرف، يعني الظاهر هو ما شايفه او غيرها. طبعا الانارة تلعب دور مباشر ومهم بانتاج البيض، يعني اذا كان العلف عندك ما بي اي مشكلة وانتاجك قليل او نمرش او غيرها من المشاكل، فالانارة الانارة اهتم بيها. طبعا القاعة مالت الاخ البارحة اللي اتصل، القاعة مالته ما بيها شبابيك مثل القاعة اللي عندي، يعني مغلقة ما تدخل لها اشعة الشمس، لو موجودة اشعة الشمس حتى ما تحتاج الجلوبات، يعني فشي بسيط يكفي، لان اشعة الشمس تغنيك عن الجلوبات الحرارية وضواها افضل، والحرارة يعني الحرارة مالت الشمس ايضا مفيدة بالشتاء، تدفي القاعة من تدخل حرارة طبعا مباشرة من الشمس، فكل ما تزيد الشبابيك بالقاعة تكون هاي الشيء ايجابي، وراح يزيد عندك الانتاج، وراح تخلص من مشاكل الضمور اللي يصير بالمبايض مال الدجاج. طبعا حتى اللي يربي الدجاج داخل الاقفاص، اقفاص هاي الاقفاص مال البيت، اذا تربي الدجاج داخل الاقفاص وما تطلعهن برا ايضا راح تصير عندك نفس المشاكل اللي تصير عند هذا الاخ اللي اتصل بيه، راح يصير عنده احتمال يعني يقطع بيض، او حتى لو ياكل هواي راح يقطع بيض. فالانارة تلعب دور مهم جدا بانتاج البيض، حجم البيض، اوقات البيض، يعني هسان متحكم بوقت الانتاج مال البيض، اتحكم بيه عن طريق الانارة. الانارة من اذا تنطيهن انارة بالليل، يعني تسوي نهار هين ليل وليل هين نهار، ممكن راح تغير هذا. طبعا هاي الفكرة وهاي الطريقة مهمة جدا تسويها بفصل الصيف، لان الدجاجة من تريد تبيض راح تصعد الحرارة مالتها، فتريد لها مكان بارد، فطبعا الجو بالليل يكون ابرد من النهار، عندنا خاصة بالعراق الدول العربية الجو يكون بيها حار، فحاول تسوي هاي الطريقة انه الليل مالتهن، يعني اول خلي نقول اول ما تغرب الدنيا انت تفتح لهن انارة، ومن يبلش النهار يعني انت تحسب 18 ساعة نهار نارة، والباقي طف عليهن الانارة بنص الظهر، يعني يكون الدجاج نايم بهاي الفترة، يكون افضل بفصل الصيف طبعا، لان فصل الصيف درجة الحرارة عالية، فيعني يفضل انه نسوي هاي الطريقة. طبعا هاي الطريقة تنجح فقط بالقاعات المغلقة، النظامها مغلق، يعني ما بيها شبابيك هواية تقدر او تسدهن، يعني يكون نظام القاعة مغلق، وانا شارحة ايضا في فيديو سابق. واتمنى لكم كل التوفيق، وربي يستر الجميع ويستر على حلالكم، وأشكركم على التعليقات الجميلة، واعذروني إذا تأخرت عليكم شوية بالإجابة، ربي يوفقكم إن شاء الله.